خاطر فاستعد مما تحاذر مع الله ستنجو ثق به وهو الكفيل ربنا نعم الوكيل عن يقينك لا تميل واثقا كن فيه وارجو خذ من الذكر دروسا وتذكر أم موسى سجدا نحن الرؤوس بالرضا القلب يضج كن مع الله ستنجو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من القصص العظيم ما قصه الله جل وعلا في كتابه العزيز عن قصة موسى عليه السلام. والناظر في هذه القصة يجد مراحل فيها وجد فيها الخوف، فكان من التوجيه الإلهي ألا تخف وأن أبعدوا الخوف عن نفوسكم. ولعلي في هذا اللقاء وما بعده من لقاءات أذكر بعدد من الحوادث التي تدل على ما ذكرته في ذلك. فقد قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذه الآية العظيمة فيها تذكير بحال أم موسى، وذلك أن فرعون رأى رؤيا في المنام، ففسرها من فسرها بأنه سيأتي لبني إسرائيل ابن في السنوات الزوجية يكون موتك بسببه. ولذا رأى فرعون بجبروته وطغيانه أن يتخذ قانونا يقتل فيه أبناء بني إسرائيل في السنوات الزوجية ويبقي إناثهم، وأما في السنوات الأخرى فإنه لا يتعرض لمواليدهم. فجاء هارون في السنة التي لا يقتل فيها فرعون أبناء بني إسرائيل، بينما جاء موسى وولد في السنة التي يقتل فيها فرعون أبناء بني إسرائيل. وحينئذ لما ولدت أم موسى موسى عليه السلام خافت عليه وخشيت أن يقتله جنود فرعون، إذ كانوا يتحينون الفرصة لأن يجدوا أحدا من بني إسرائيل قد وجد له ولد ليقتلوه. وحينئذ لما رأى جنود فرعون بني إسرائيل ورأوا أحوالهم ورأوا أن القابلة قد خرجت من عند أم موسى علموا أن أم موسى قد ولدت. وحينئذ أمر الله جل وعلا أم موسى بأن تبقي موسى لديها وأن تقوم بإرضاعه، والله جل وعلا سيتولى حفظه وإبعاد جنود فرعون عنها وعن ابنها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم. لكن أم موسى كانت خائفة عليه، وهي ترى الجنود يقبلون إليها ويدبرون من عندها، وحينئذ دار في خلدها أن موسى عليه السلام لن يسلم من هؤلاء الجنود، فأمرها الله جل وعلا بأن تلقيه في اليم. وأكثر أهل التفسير على أن المراد به نهر النيل، فقامت بوضعه في تابوت صغير،
جعلته في البحر أو في النهر فجرى النهر بذلك المولود. لكن التوجيه الإلهي جاء إلى أم موسى ألا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا وعد من رب العزة والجلال لأم موسى بأن ينقذ موسى وألا يجعل لعدوه عليه سبيلا وأنه سيعود إلى أمه. فانظر في هذه القصة العجيبة كيف كان محل الخوف الذي هو اليم محلا للأمن بالنسبة لأم موسى بأمر رب العزة والجلال. فانظر كيف يقلب الله أحوال الخوف لتكون أحوال أمن عند بعض عباده. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تخف، فالله قادر أن يقيك من المخاطر، فاستعد مما تحاذر، كن مع الله ستنجو، ثق به وهو الكفيل، ربنا نعم الوكيل، عن يقينك لا تميل، واثقا كن فيه وارجو، خذ من الذكر دروسا وتذكر أم موسى، سجدا نحن الرؤوس بالرضا القلب يضج، كن مع الله.